الحكم بسجن الرئيس السابق لوكالة المخابرات الأمريكية ديفيد بيترايوس سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 100,000 يورو تقريبا، ذلك ما أعلنه القضاء الأمريكي بحق المسؤول السابق لكشفه معلومات سرية لعشيقته كاتبة سيرة حياته باولا بروديل. وأقر بيترايوس بالذنب أمام محكمة في كارولاينا الشمالية ليتجنب بذلك محاكمة محرجة ويضع حدا لفضيحة هزت عالم الاستخبارات في 2012 عندما اكتشفت معلومات سرية في حاسوب العشيقة.